في شيء تخبيه؟ شو يلي بيميزك عن إبراهيم كنعان؟ كتير قصص أبرزهم الصدق. كم مرة جمعية المصارف أو مصرف أو هيئة جربوا يرشوك؟ مرة ثلاثة أو أكتر؟ مرة حرزاني وفي مرتين عبر هيك ناس بتسمعك حكي. على عشرة قديل أنا منعت توحيد الثورة مجموعة الثورة؟ شي ستة سبعة ثمانية حرزان. أنت اليساري بأي شخصية يمينية معجب فيها؟ أنا يساري بالمعنى الأوروبي أول شيء، تاني شيء في شخصية يمينية دائما بحكي عنها باللبنانية عم نحكي دان أزي كتير معجب فيه وبطروحات. هل تصريح إفلاس الدولة بالغلط أو تمهيد لشيء؟ لا لا، تصريح إفلاس الدولة هو أمر معطى، ما بده هالقد، هي دولة مفلسة والبنوك مفلسين، المصرف مركز مفلس، حكي شغلة بديهية قامت الأيام عليها لأنه في سياسيين مصرين على الإنكار إنه بكرة بتنرجعكم مصرياتكم، هي أكبر كذبة. بحال الفلتين الأمني مع تسلم الجيش للسلطة بمرحلة انتقالية؟ لا، الجيش لازم يكون ذراع لسلطة بتستلم البلد بمرحلة انتقالية. أخطأ شرب النحاس ببعض الخيارات، نعم أم لا؟ إلا ما يكون أخطأ، بس بالخيارات الكبيرة برأيي على البوصلة الصحيحة. انتخابياً؟ انتخابياً بتصور لا، يمكن كان الأمل أكبر من الواقع. كيف توصف عهد الرئيس أمين الجميل؟ من أسوأ العهود، بس واحد بقلب حرب، يعني شو بده يحمله؟ بس في انهيار صار اقتصادي مالي، صار في مشاكل، حتى الحرب الأهلية فاتت على قلب مناطق، كل واحد بطل في إلها منطق كلها. من دون استثناء، ما حق المرأة اللبنانية تعطي الجنسية لأولادها؟ نعم. مين بضر بالبلد أكثر، الحزب أو مافيا الفساد؟ أنا ما بفصل أي أكتر. طرف من أطراف السلطة عن بعضهم، ما بتقدر يكون في منظومة إلا ما تكون بالتضافر، والدليل الحكومات أكتر ما هني سوا لحديد ما هني يقولوا نحن صرنا بوج بعض فيه فاضي. أموال المودعين طاروا؟ طاروا، مش كلنا بس طاروا. مع منع رؤساء الأجهزة الأمنية يعملوا وزراء أو رؤساء جمهوريات؟ من ضمن ما يحق لهم بالقانون، بيستقيلوا بيقعدوا سنتين بالبيت بيرجعوا بيروحوا على الحياة السياسية حق. بس مباشرة؟ لا مباشرة القانون بيمنعه. قائد جيش؟ قائد الجيش بده يستقيل، أنا صارت مع ميشيل سليمان جيبوا رئيس جمهورية هو دغري بعده، هذا كانت مخالفة دستورية. من الشياح لربيط بكسروان مرشح عن المتن، شو أبرز مشروع إنماء للمتن؟ المحل اللي وصلنا له هو أبعد من الإنماء، لأنه في بلد كله مفلس، الإنماء بحاجة لأموال، بدنا نرجع إمكانية الدولة على الإنماء وساعتها المتن بتكون أساسية فيها. في واحد يحكي شغلتين كتير بسيطتين خاصهم بالحياة اليومية، الزبالة اللي بدال برش حموت صار في عنا شيء حدا، وعنا النافعة وعنا مية قصة. ما عودة النسكين إلى سوريا اليوم قبل بكرة؟ أكيد، بس بدها تنظيم من دولة ومع دولة. شو قالت لك أمك بس قلت لها أنك رح تترشح؟ دغري الله يحميك، وشو بدك بهالقصة والبلد كذا، أهل القرار لإلكم.